تاريخ الأندلس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور طارق سويدان. ونستمع في الأسطوانة الأخيرة إلى تسليم غرناطة وسقوط الأندلس. فمع المادة. سقطت مادقة في عام 893 هجرية، سقطت تلك المدينة العظيمة من أهم ما بقي للمسلمين في الأندلس، وتقدم ترينيداد نحو مدينة عظيمة أخرى هي بسطة. ماذا يفعل ترينيداد؟ لماذا لم يهاجم غرناطة؟ مملكة غرناطة في ذلك الوقت مقسمة إلى جزئين بسبب الصراع على الملك. غرناطة تقسمت إلى مملكتين، مملكة عليها الملك الصغير، ومملكة عليها عم الملك الصغير واسمه الزغل. ماذا فعل ترينيداد؟ ترك غرناطة وبدأ يركز على المناطق التي يحكمها الزغل، كانت تابعة للزغل فأسقطها، ولم يهاجم غرناطة، ظل يحاول أن يسقط مملكة الزغل، فتوجه نحو مدينة أخرى تتبع للزغل وفيها الزغل نفسه وهي بسطة عاصمة الزغل. فتقدم إليها ترينيداد ب13,000 فارس و40,000 مقاتل. عندها حصنها الزغل ورتب أمورها وخرج منها. انظروا القائد الذي يترك جنوده، خاف أن يسقط في الأسر فجهزها ورتبها ورتب أمورها، وضع عليها قائد وتركها، خايف على خاف على الناس. الفرق بين القادة الذين يتقدمون ويضربون الأمثال والقدوات وبين أمثال الزغل الذين يتركون جنودهم بلا قائد، فتركها الزغل منها. واستعد أهل بسطة للحصار، فتقدم النصارى وبدأوا يحاصرون بسطة حتى بدأوا يضيقون عليها، لكن بسطة حصينة فما استطاع ترينيداد. عندها أمر بإحراق بساتين بسطة، فتحرك الناس لحماية بساتينهم وبدأ القتال في الحدائق في البساتين التي خارج حصون بسطة، وانتشرت الفوضى بشيء عجيب على الأرجل، متفرقين، لا قائد يقود هؤلاء ولا قائد يقود هؤلاء بسبب الفوضى. واستمر القتال بهذه الفوضى 12 ساعة، جماعة من المسلمين تهجم على جماعة من النصارى فتغلبهم، فتأتي جماعة أخرى على هؤلاء تغلبهم، واستمر القتل بين الطرفين حتى الليل، ولم تسفر معركة البساتين عن شيء إلا الجثث الهائلة. واستمر حصار بسطة 4 أشهر والنصارى يحاصرون بسطة وبسطة ثابتة، إلى أن جاءت الملكة إيزابيلا، وكانت عادة لا تأتي إلا عندما تأتيها الأخبار بأن مدينة رئيسية ستسقط لتستلم المدينة. وصلت الأخبار للمسلمين أن إيزابيلا وصلت، ورأوا أن النصارى فعلا عازمين على الاستمرار في القتال، فبدأت المراسلات بين أهل بسطة وبين إيزابيلا، وتم الاتفاق على الصلح والأمان للمسلمين وبشروط واضحة، أن أهل بسطة مخيرون بين البقاء أو المغادرة. وفعلا استسلمت بسطة، لكن بعد صمود عظيم استطاعوا أن يصمدوا فيها 4 أشهر. مات من جيش ترينيداد في هذه المعركة، معركة بسطة، 20,000، 3,000 بالمعارك، و17,000 فتكت بهم الأمراض. ودخلت بسطة في حكم النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودخل معها عدد من الحصون التي حواليها، كثير من الحصون تتبع لهذه لبسطة عاصمة الزغل. فعندها جاء واستسلموا. كان من بين هؤلاء القواد رجل يذكره المؤرخون، يقولون كان فيها في أحد الحصون رجل يقال له علي ابن الفخار، في يده عدد من المواقع والحصون، فحضر في جملة القواد الذين سلموا مفاتيح الحصون، وكل قائد يسلم حصن يأخذ الجوائز ويأخذ الهدايا من ترينيداد وإيزابيلا. ودخل علي بن الفخار، يصفه المؤرخون يقولون كان شامخ الأنف
شديد الوقار. عليه الدور خاطب الملكين بحرية الرجل العسكري، مع ذلك ما استطاع أن يخفي يأسه وانكساره، فقال لهما: أنا رجل مسلم قائد، طبرنه وبرشنه، قد تسلمت هذه الحصون لأجل المحافظة عليها، لكن الذين عهد لي بقيادتهم، الجنود الذين عندي، فقدوا كل نهضة وقوة. لما استسلمت بسطة الناس يأسوا، يعني بسطة ما استطاعت تصمد، نحن نصمد. يقول: وعادوا لا يطلبون سوى الأمان، فهذه الحصون أصبحت أيها الملوك لكم، متى شئتم ابعثوا من يستلمها. عندها أمر فرنداد بإعطاء علي بن الفخار مبلغا طائلا من جزاء هذا التسليم لحصون مهمة، فامتنع علي بن الفخار من أخذه منكرا ذلك إنكارا شديدا، وقال لهما: أنا لم آتي لأبيع، أنا لم آتي لأبيع ما ليس ملكي، بل لأسلم ما جعلته الأقدار الإلهية ملكا لكما، وليكن يقينا عندكما، لو وجد من يسعفني كما يجب لكان الموت هو ثمن هذه الحصون بدلا من الذهب الذي يعرض عليه. انظروا هذا الموقف، ما زال في النفوس نخوة، ما زال هناك من ظل في نفسه عزة. صحيح خارت النفوس، صحيح الشهوة والدنيا والوهن انتشر بين المسلمين، لكن بقيت نماذج فريدة من أمثال علي بن الفخار رحمه الله. يقول: أعجب الملكان بأنفة هذا القائد وشهامته وأمانته، وتمنيا أن يكون منتظما في جملتهم ويدخل في خدمتهم. كان كثير من القوات لما يهزم خلاص يصير تابع لفرنداد وأزابيلا ويأخذ الجوائز ذلك، لكن علي بن الفخار أبى خدمة أعداء ملته وقومه. فلما يئس منه قالت له الملكة إيزابيلا: إذن هل يوجد لك حاجة نأمر لك بقضائها؟ في شيء تريد منه؟ فقال: نعم، حاجتي عندكم أنني تركت من المدن والحصون التي سلمتها كثيرا من بني ملتي البائسين، كثير من المسلمين ضعفاء بائسين لا يتريسر لهم الرحيل عن أوطانهم بنسائهم وأطفالهم، كثير من الناس فقراء ما عندهم يسافروا بها من هذه البلاد، فأرجو أن تعطوني وعدا ملوكيا بحمايتهم وإطلاق الحرية لهم في دينهم وفي أملاكهم. أعجب الملكان بهذا النموذج الفريد المتميز عن باقي النماذج الضعيفة الخائرة، فوعداه بذلك. ثم قالت له الملكة: وهلا تطلب شيئا لنفسك؟ فقال: كلا، سوى الإذن أريد أن أترك هذا المكان بخيلي ومتاعي. أراد الملكان أن يجبراه على قبول الهدايا من المال مع الخيل الثمينة وغيرها على سبيل الهدية سبيل المكافأة، فرفض أن يأخذ حتى هدية منهم، فسمح له بالعبور فعبر. هذا النموذج هو ما يبقي الأمل، ليس في ذلك الوقت لكن حتى هذا اليوم، أنه رغم الضعف الذي أصاب المسلمين ورغم الخور ورغم التمزق الذي نراه في أمتنا اليوم، إلا أنه توجد في أمتنا في ذلك الزمان وفي كل زمان أمثال علي بن الفخار، يوجد في أمتنا من فيه نخوة، من فيه همة، من لا يستسلم، من لا يضعف، من يصبر. لولا أمثال لانتهت الأمة، سقطت بسطة بعد مالقة 893 هجرية، سقطت مالقة 894 هجرية، سقطت بسطة. عندها ما بقي في يد الزغل سوى قرى ومدن صغيرة لا قيمة، رئيسية سقطت، وكان قد تحصن في منطقة وادي آب. عزم هذا الملك الخائن الزغل على التفاوض مع فرنداد وأزابيلا على بيع ما بقي تحت ملكه المسلمين، وبدأ التفاوض فعلا،
وتم الاتفاق وباع الزغل بلاد المسلمين التي تحته مقابل 5 ملايين دينار ذهب. باع بلاد المسلمين واستسلم الزغل وسلم كل ما لديه، فأكرمه فنداد وفرح به فرحا عظيما، وأكرموه وقدموه ورفعوه يعني مكانة عظيمة. وهكذا سقطت نصف مملكة بهذه الخيانة العظيمة من الزغل عم الملك الصغير. وبقي الملك الصغير أبو عبد الله يحكم ما بقي من الأندلس شيء قليل، فرأى وتأمل في أحواله أن النصارى في عزهم ومجدهم، ورأى أن المسلمين في منتهى ضعفهم، وخاف على ملكه، فأخذ يراسل ترينيداد وأزابيلا يطلب منهما، أولا يطلب منهما أن يتحالف معهما، ما يريد أن يقاتلهم، يريد أن يعقد اتفاقية أمنية وحلف مع هؤلاء الأقوياء. ثم طلب منهم شيء آخر، قال أن الناس ثائرة في غرناطة، تعرفون غرناطة هاجر إليها كل المسلمين الذين استطاعوا الهجرة، وكثير منهم قد أذلهم النصارى وظلموهم وأخذوا أهلهم وسبوا نساءهم وقتلوا شبابهم وأخذوا أموالهم، فكانت النفوس مشتعلة ثائرة لأخذ الثأر من النصارى، فالشعب ثائر ويريد الاستسلام ويريد الحماية. فأخذ الملك الصغير يراسل النصارى يطلب منهم التحالف ويطلب منهم حمايته من الشعب. الآن الملك يطلب أن يرى من شعبه، انظروا كيف وصلت الأمور وكيف تسلط أمثال هؤلاء على حكم المسلمين. فعندئذ ترينيداد وإيزابيلا لم يقبلوا هذا، الآن بعد ما انتهوا من الزغل لم يبقى أمامهم سوى الملك الصغير، فأرسلوا إليه يطالبونه بتسليم غرناطة، لن نبقى بهذا الصورة، لن يكون هناك حلف وإنما غرناطة. فرأى الملك الصغير وتأمل فوجد أنه بين نارين، إن وافق على التسليم الشعب لن يرضى وسيثور، وإن رفض التسليم لن يستطيع الوقوف أمام هذه القوة الجبارة قوة أسبانيا. هذا الضغط عليه يأتيه من ترينيداد وإيزابيلا، وأخذ الضغط ليس فقط عليه وإنما على قادة غرناطة، وأخذ ترينيداد يراسل هؤلاء القادة بشكل مباشر ويعرض عليهم الأموال ويعرض، لكن الشعب ثائر وغرناطة مملوءة بالموتورين، فغلت النفوس وغلى الثأر وعزم الناس على القتال، وخاصة أن غرناطة هي آخر ما بقي في الأندلس. وصار الملك في هذا الحال العجيب، لا هو قادر أن يتحالف ولا هو قادر على أن يحرك الشعب للجهاد، لأنه يعتقد أن لا فائدة من هذا الجهاد وهو نفسه ضعيف وخائن. فظل الأمر بهذه الصورة. غرناطة الآن بدأ الزحف يأتيها من ترينيداد وبدأت جيوش النصارى تتقدم، والملك لم يصدر أوامره بعد بالاستعداد، وواضح أن المدينة تعد ستكون الهزيمة مؤكدة، والناس ينتظرون يتحرك ليرتب أمورهم ويدير شؤون البلد ويحصنها، والملك لا يتحرك. وبدأت ملامح الخيانة تتضح عند الناس، فعندها يظهر رجل هو موسى ابن أبي غسان. هل سمعتم بموسى ابن أبي غسان؟ كيف تنسى أمثال هذه الأسماء؟ كيف يمحى من ذاكرة التاريخ أمثال موسى ابن أبي غسان؟ كيف يعرف شباب المسلمين؟ كيف يعرفون نابليون هتلر ولا يعرفون أمثال موسى ابن أبي غسان؟ موسى ابن أبي غسان من أهل غرناطة، من سلالة الملوك، ولذلك كان يلقب موسى، يصفه يقولون كان صاحب عزيمة وهمة وفروسية، رجل عظيم، بطل مغوار، صاحب عزيمة كبيرة وعظيمة. فعندها لما رأى الملك لا يتحرك وغرناطة إذا استمرت على هذا الحال ستسقط، أعلن موسى الجهاد وبدأ الناس يلتفون إليه. الملك لما رأى هذا
أمير، بدأ الناس يجتمعون إليه خاصة، الدورة تأتيه من داخل ملكه. فتحصن الملك الصغير في القصر وجهز القواد والقادة والعساكر والنصارى الذين جاءوه ليعينونه ليحمونه من الشعب. فتركه موسى، ما أراد أن ينشغل به، من المدينة. واختبأ أبو عبد الله الملك الصغير ولم يظهر ولم يسمع له حس، وصار الأمير موسى هو الذي يدير غرناطة. واجتمع بالناس وحثهم على الجهاد، فتبايع المسلمون على الموت في سبيل الله. عندها أرسل الأمير موسى إلى الطاغية فرينيداد ومعه زوجته أزابيلا، إليهم رفض تسليم غرناطة. ووصلت جيوش الأسبان يقودها فرينيداد، أما إيزابيلا فبقيت بعيدة. وبدأ الأسبان يهاجمون أطراف غرناطة. عندها رتب الأمير موسى أمر المسلمين وأمر بالهجوم على قوات الآن هو انظروا العزيمة وانظروا الهمة وانظروا الإيمان عندما يتحرك في النفوس. مدينة صغيرة محاصرة، يأتي عليها جيش جرار تدعمه دولة عظمى، ومع ذلك هم الذين يهجمون، هؤلاء الضعاف هم الذين يهجمون. واستطاع الأمير موسى بهجومه على النصارى أن يهزم النصارى، وبدأت فرسان الأمير موسى تعود بالغنائم إلى غرناطة، وأحيت الآمال وانبعثت النفوس بالهمة، وبدأت الحياة تدب من جديد بعد الخور والضعف واليأس. تحرك الطاغية فرينيداد، تحرك جزءا من جيشه و25,000 مقاتل، فأخذ يحرق غرناطة. غرناطة التي يصفها المؤرخون في ذلك الوقت يقولون عنها أجمل مدن العالم، من أجمل حدائق العالم، ومرافق هذه الحدائق وميادينها من أجمل المرافق وأعظم الحضارة في الدنيا كلها. جاء هذا الطاغية فبدأ يحرقها عشان يضعف أهل غرناطة ويمنع عنهم المؤونة. فأخذ يكتسح مروج غرناطة ويخربها. فعندها قسم موسى فرسانه إلى أجزاء صغيرة وأمر بالهجوم على هؤلاء الذين البساتين، فأكثر القتل فيهم. وكل معركة تحدث بين فرسان موسى وبين فرسان النصارى كان يهزم فيها فرسان النصارى. شباب يقاتلون في سبيل الله، شباب ارتضوا بالموت وتبايعوا عليه، وعندما نطلب الموت توهب لنا الحياة. فصمد موسى ومن معه بهذه الطريقة، بل أكثر النكاية والقتل في جيش النصارى. سحبت أمامهم جيوش النصارى حتى حصرهم وقتل فيهم عددا كبيرا. فعندها أمر فرينيداد باجتناب قتال موسى، هذا لا يقاتل، اتركوه، احرقوا واهربوا، اهربوا. فظلت هذه طريقة النصارى في إحراق بساتين غرناطة، اعتمدوا على التخريب فقط. ثم إن الأمر تطور، حيث أن الزغل ذاك الخائن الذي باع ديار المسلمين انضم إلى جيش فرينيداد قصدا ونكاية بابن أخيه الملك الصغير. وعمل الزغل حيلة حتى يسقط غرناطة كما سقطت الأراضي من يده، يريد أن يثأر. انظروا العقل الصغير، لأن الملك الصغير بقي وهو زال ملكه، يريد أن يزول ملك الملك الصغير حتى ولو ذهب هذا الملك للنصارى. فماذا فعل؟ انضم هو من معه إلى فرينيداد، وكان المسلمون لا يعلمون عن هذا الانضمام. فعندها موسى ومن معه يوم من الأيام 150 مسلم يهربون أمام النصارى، يفرون ويتوجهون إلى أحد الحصون الأمامية من حصون غرناطة، حصن ردمة. وعندها طلبوا أن يفتح لهم الحصن، وفعلا كانت قوات النصارى تتبعهم تقتلهم. ففتح المسلمون الحصن لهؤلاء الفارين لإنقاذ المسلمين من هذا الجيش الذي وراءهم. لما دخل 150 الحصن فتحوا الأبواب للنصارى، النصارى، وسقط هذا الحصن العظيم بيد النصارى كان من الأتباع. عندئذ كره الناس الزغل وبدأوا يدعون عليه وارتفعت الأصوات. انظروا على قلة العقل عند المسلمين، لأن الزغل خان، قالوا ملكنا هو الملك الصغير، هو الذي يستحق.
أما الزغل فلا يستحق. وبدأت ارتفاع الأصوات بنداء أبي عبد الله الملك الصغير، هو البطل الذي صمد، أما الزغل فخائن مستسلم. عندها الملك الصغير استغل الفرصة فخرج من قصره وأعلن الجهاد في سبيل الله، استغلال للفرصة، وإلا ليس جادا في أمر الجهاد، لكن فرصة عنده أن ينضم إليه الشعب بعدما كان الشعب ثائر عليه. الشعب حقدا على الزغل انضم إلى الملك الصغير، فاستغل الصغير الفرصة وبدأ يقود الناس. والأمير موسى طبعا كان معاه جماعة قليلة، ليس هو الحاكم، أما الملك الصغير فيتبعه القواد ويتبعه الجيش، فانضم الجيش مع الشعب وتوحد الناس جميعا وأعلن في سبيل الله، فانضم إليهم موسى. الآن يقود معركة غرناطة الملك بنفسه. هل استطاع الملك فعلا أن يحمي غرناطة أم أنه خان واستسلم؟ وفعلا تقدم الملك الصغير غرناطة نحو حصن همدان، واستقبل على هذا الحصن الذي كان بيد النصارى 6 أيام متتالية تحميه حامية للنصارى تعدادها 250، فاستطاع الملك أن يفتح الحصن ويقتل حامية النصارى في ذلك الحصن. ثم تقدم نحو حصن مارشنا ففتحه، ثم تقدم نحو حصن شلوبانيا ففتحه، فرأى الناس أن الملك جاد في القتال، فازداد الانضمام إلى الملك الصغير وبدأ الناس يتبعونه. جاد لما رأى هذا الأمر بدأ يفكر، بدأ يرسل جواسيسه وعيونه في المنطقة، أن المناطق التي احتلها المرية وبسطة ومالقة ووادي آش التي كانت تتبع للزغل بدأت تراسل الملك الصغير. المسلمون الذين في هذه المناطق بدأوا يراسلون الملك الصغير لما في الجهاد أننا مستعدين أن نتبعك ونفتح هذه المدن لك. فخاف فرنداد، قبل أن يتحرك المسلمون أصدر الأوامر بالمسلمين من هذه المناطق. بعد أن كان قد أعطاهم الأمان والمواثيق، الآن صدر الأوامر بطرد أهل هذه المدن بعد أن علم بهم لأبي عبد الله الملك الصغير، وأخذ يفتك بالناس. الزغل الآن كان عنده أمل أن ترجع المدن أو أن يوليه عليها فرنداد، لكن لما رأى أن الناس يعتبرونه خائنا وأن هذه المدن بدأوا يتبعون الملك الصغير يأس. ففي 96 هجرية استأذن الزغل الملك الذي كان يحكم نصف مملكة غرناطة وكان يحكم كل غرناطة قبل ذلك، استأذن فرنداد وأزبل أن يهاجر من الأندلس. فعلا أذن له فهاجر في ذلك العام وانتقل إلى المغرب، ودخل مدينة فاس ومعه الحشم والخدم والأموال والخيرات الكثيرة العجيبة. لما وصلت الأخبار عن فاس بهذا الخبر، وصول الملك الخائن الزغل، لما وصلت الأخبار بذلك أمر سلطان فاس بالقبض على الزغل، فقبض عليه وغادر كل أمواله وسمى العينيه أعمى عينيه ورماه في السجن، وأخذ أمواله التي زادت على 5 ملايين دينار ذهب مما باعه من أراضي المسلمين رنداد. انظروا الله سبحانه وتعالى كيف جازاه في الدنيا قبل أن يجازيه في الآخرة، هذا الخائن الذي باع ديار المسلمين مقابل المال، جعله الحكم يقدم أمر النصارى على أمر المسلمين. ثم تقدم الناس إلى سلطان فاس فأطلق أطلقه، لم يعطه شيئا من أمواله، ما بقى عنده شيء وكان أعمى، فأعانه صاحب له صديق له أعانه ولم يبغل شيء أبدا، ما عنده شيء. فصار يستعطي الناس، يتسول يسأل الناس في الأسواق، وكان الناس يعني الذين لا يعرفونه يتصدق.
وهو يلبس المرقع من الثياب، وعلى إحدى هذه الرقع قد كتب: هذا سلطان الأندلس العاثر الجد، يعني السيء الحظ. انظروا نهاية الخيانة، كيف الله سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا قبل الآخر. وإن في التاريخ لعبرة، انظروا العبرة وتأملوها، هذا جزاء الخيانة. حصار غرناطة 896 هجرية، يستمر حصار غرناطة، سيحاصرها ترينيداد 40,000 راجل و10,000 فارس. وزادت النصارى وبدأت تتجمع، فأخذ الملك الصغير أبو عبد الله يفكر بالتسليم وبقيادة الجيش، فنهاه الأمير موسى وحذره تحذيرا شديدا وقال: ستكون أجسادنا سدودا دون غرناطة. فعندها بدأ يخشى أن يثور عليه الناس مرة أخرى، بعد أن استطاع أن يجمعهم حواليه، الآن يخشى أن تنتشر الأخبار بأنه ضعيف فينفض عنه الناس مرة أخرى. فبصمود موسى صمدت غرناطة. يقول الكاتب الشهير أربن، يقول: لو كان عند الغرناطيين عدة رجال مثل موسى ابن أبي غسان، أو كان ظهور موسى في بداية هذه الحرب، لتأجل سقوط مدينة غرناطة وبقون مدة متبوئين أبراج الحمراء. انظروا، المستشرقين يعرفون قيمة هؤلاء الأبطال، ونحن نسينا أمثال الأمير موسى. واشتد الحصار، ورأى الطاغية فرينيداد أن اقتحام غرناطة سيكون مهلكة، لأن ستكون حرب شوارع وأن تعل فيها للجهاد في سبيل الله، فخشي أنه لو اقتحمها سيحدث قتال الشوارع وسيقضى على جيشه في داخل غرناطة. فأمر بتشديد الحصار، قطع الإمدادات وقطع الطعام عن غرناطة. فعندها أمر الأمير موسى قائد الفرسان بالهجوم على جنود الطاغية فرينيداد، وأخذ يفتك فيهم. الآن فرينيداد لا يريد المعركة، يريد فقط تضييق الحصار، ولا يريد اقتحام غرناطة، يريدها أن تسلم تحت الضغط. لكن هذا موسى بدأ يهاجم الآن، فماذا يفعل؟ فأمر فرينيداد بحفر الخندق حول غرناطة حتى يمنع الأمير موسى ومن معه من الهجوم عليه. فبدأ موسى يخرج من غرناطة، بينه الآن وبين فرينيداد الخندق، فأخذ يرسل يبارز، فيعبر المسلم إلى النصارى أو يعبر النصارى للمسلمين، ويبدأ الأبطال بالمبارزة، فقتل العشرات من النصارى بهذه المبارزات. فعندها أمر فرينيداد بمنع قبول المبارزات، لا نريد مبارزة، نريد فقط أن نضغط على غرناطة. وفعلا ظل الأمر بهذه الصورة، وغرناطة محاصرة وحولها خندق والنصارى حول الخندق ويأبون حتى المبارزة. فعندها أخذ موسى وفرسانه يستفزون، فيخرجون وينادون ويسبون ويشتمون في النصارى، والنصارى يقبلون الذل ويأبون مواجهة موسى ومن معه. ثم إن أحد أبطال المسلمين هو طرفة، شيء عجيب، هذا الرجل عبر الخندق وأخذ يقاتل النصارى حتى اخترق جيش النصارى ووصل إلى خيمة الملكة، ووضع الرمح أمام خيمة الملكة، وإذا الرمح فيه شتائم للملكة، ورجع وعبر الخندق من جديد وما قتل. فهكذا صارت النفوس تذكر بأيام الخندق، أيام النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر بهذه الصورة، وظل الحصار شديدا، ورغبت الملكة التي كانت تسمع بعظمة غرناطة وأنها أجمل مدن العالم، أرادت أن ترى غرناطة من قرب، ونصحوها، قالوا مخاطرة بوجود موسى ومن معه، فأصرت. فتقدم جيش أمام الملكة، أمام موكب الملكة، حتى تطل على غرناطة، وعلى إحدى التلال القريبة من غرناطة. ماذا رأى المسلمون؟ رأى جيش بدأ يتقدم بعد كل هذه المدة التي يأبون فيها القتال، الآن جيشهم يتقدم، فاستغربوا. فعندها أخذ الأمير موسى يعد العدة لمواجهة هذا الجيش المتقدم. هذا الجيش لا يقصد سوى أن يجعل الملكة ترى غرناطة،
لكن المسلمين ظنوا أن هذا الجيش متقدم لاحتلال غرناطة، وبهذا التقدم من الطرفين تبدأ معركة تسمى معركة مناوشة الملكة. فعندها أمر الأمير موسى الفرسان على هذا الجيش فعلا، وبدأ القتال بين أبطال المسلمين وبين جيش النصارى المتقدم للملكة في معركة تسمى معركة مناوشة الملكة، وذلك في عام 896 هجرية تم محاصرة غرناطة وتم الالتحام. الملكة لا تريد هذا القتال، وفوجئوا بهذا الهجوم من موسى ومن معه، وبدأ القتال لحماية الملكة، وبدأ الضغط من جماعة الأمير موسى، وبدأت الهزيمة تدب في النصارى، حتى إن الملكين فرينيداد وإيزابيلا التي معهما بدأوا يجثون على الركب، نزلوا على ركبهم وأخذوا يصلون ويدعون مريم العذراء في شركهم، يدعون مريم العذراء أن تنقذهم ويستغيثون بها من هذا الهجوم الذي شنه موسى عليهم. وعندها تحرك لحماية الملكة، وبدأت المعركة العظيمة غير المنظمة هذه بهذه الصورة، وكثرة النصارى فتت في عضد المسلمين، جيش هائل جبار، وهؤلاء فقط الفرسان، فقتل من هؤلاء الفرسان 2000، مقتلة عظيمة في مقدمة المسلمين. فأمر موسى الباقين بالانسحاب والتحصن بالحصن بعدما أشعلوا النار في معسكر النصارى، فاحترق معسكر النصارى وشبت فيه النيران في كل مكان. فعندها لما رأى الملك فرينيداد الأمير موسى منسحبا ورأى النيران قد اشتعلت في معسكره، خاف باقي جيش المسلمين على الهجوم، بالهجوم الشامل على غرناطة، وانتشرت المعارك من كل مكان، وأخذ موسى وفرسانه يحركون العزائم، وبدأ القتال العظيم على غرناطة. واستطاع النصارى مع هذه الفوضى التي دبت أن يحتلوا بعض الأبراج، فصمت ومن معه حتى سمحوا للمسلمين أن يتراجعوا إلى وسط المدينة، وثبتوا بعد أن أثخنتهم الجراح وانتشرت فيهم انتشارا كثيرا، لكنهم صبروا وثبتوا. وعندها لما دخل المسلمون في وسط المدينة، تراجع موسى ومن معه نحو وسط المدينة، والآن أطراف المدينة تم احتلالها وصار الضغط على وسط المدينة. فأخذ الأمير موسى يستعمل ما يسمى بالمدافع، المدافع قذائف هكذا تقذف نار على النصارى، فأخذوا يقذفون بالمدافع على النصارى، فاضطر النصارى ألا يقتربوا من وسط المدينة، وبدأوا يضغطون عليها لكن من مسافة بعيدة. وأمر فرينيداد بإشعال النيران في البساتين التي حول المدينة، وبدأ الضغط يزداد على المسلمين. عندها أمر فرينيداد أن يبنى له معسكرا في أطراف غرناطة، وسمى معسكره سانتا فيه، أي مدينة الإيمان، وبدأ يأمر ببناء الحجارة، بناء سور من حجارة حتى يحيط بالمسلمين في داخل غرناطة، يقصد من وراء هذا أنه ما لكم أمل لا في الخروج ولا في دخول أي طعام إليكم، هذا السور محيطا بكم إلى أن تموتوا جميعا. وبدأ فرينيداد يعمر الجزء الذي عنده، بينما المسلمين في ضيق وانحصار بسبب هذا البناء الذي يشتد عليهم. وجاء الشتاء واشتد الخناق على أهل غرناطة واشتد الأمر عليهم، أما فرينيداد ففي عزه ومجده هو مسيطر على غرناطة. عندها اجتمع الملك الصغير أبو عبد الله مع القادة، وكان من بينهم الأمير موسى، ماذا يمكن أن نفعل؟ فعزم الجميع على التسليم، لا أمل لا فائدة إلا الأمير موسى رحمه الله، نموذج فريد، حين تخور العزائم يظهر مثل هذا النموذج العجيب الأمير موسى. فعارض وعارض بشدة لكن ما أجابه أحد،
واستقر أمر الشورى في غرناطة على التسليم. وكان عام 97 قد دخل، وفي 21 محرم الموافق 25/11 عام 1492 ميلادية ذهب أبو القاسم إلى الملكين يتشاور ويتفاوض معهما في الصلح، واتفق الطرفان على الصلح، وانتشر الخبر بين الناس بالصلح. وصل الخبر إلى الأمير موسى فرفض، وبدأ يحرض الناس، وذهب إلى الملك الصغير يعني يقول له كيف خارت عزائمكم، ويكلم القادة الذين معه، موتوا في سبيل الله، انظروا إلى أحوال المجلس هؤلاء المدجنين الذين صار، انظروا إلى أحوالهم، ماذا فعل بهم النصارى، هل تريدون أن يكون أهل غرناطة مثلهم؟ ثم انظروا إلى العهود والمواثيق التي عقدوها في كل المدن السابقة، ماذا بقي منها؟ كيف تأمنون لهم بعدما رأيتم منهم الغدر تلو الغدر؟ فعندها وقف الملك بقولة باطلة يقول فيها، وقف يرد على دعوة الجهاد في سبيل الله، يرد بهذا الرد: الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد باطل اجتهادنا في معاكسة الإرادة الإلهية. انظروا كيف يحتج بقدر الله، احتجاج باطل. ثم قال قولة أسوأ، فقال: قد كتب في اللوح المحفوظ أني أكون شقيا وأن هذا الملك يذهب من يدي. ما أدراك باللوح المحفوظ وما كتب الله فيه، لكنه اعتذار بالقدر، أن هذا قدرنا وهذا أمرنا ونحن ضعفاء ولنكن عمليين. وهذا حجة التي يحتج بها كثير من المفكرين اليوم للاستسلام أمام أعداء المسلمين اليهود وأمثالهم. وانتزعت النخوة والمروءة والشهامة، وانتزعت حب الجهاد في وحب الشهادة نزع من النفوس، فجاء الضعف وجاء الوهن. أما نحن فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطال المسلمين من أمثال الأمير موسى ابن أبي غسان الذي رفض القدر وأن يسلم ويخون. لكن الوزراء والفقهاء علماء السوء الذين كانوا في ذلك المجلس لما سمعوا قولة الملك الصغير قالوا: الله أكبر، لا حيلة في قضاء الله، واتفق الجميع على الصلح. فأخذ موسى يحذر وينبه، الجميع رفضوا وأصروا على الصلح. فأخذ موسى يطوف بقصر الحمراء العظيم، ثم أخذ يطوف بغرناطة، ثم لبس سلاحه وركب جواده وهجم وحده، ما أحد معاه، الكل استسلم لما رأى الناس الملك والقادة والفقهاء والأعيان كلهم مستسلمين، استسلم الناس إلا موسى ابن أبي غسان، اسم يحفظ في التاريخ، مثال للبطولة والشهامة والمجد. موسى ابن أبي غسان ظل يقاتل وحده، هجم على جماعة من النصارى فاستغربوا، واحد يهجم عليهم، فبدأ القتال بينه وبينهم فقتل نصفهم، ثم انكب عليه الباقون فسقط وفيه جراح، فظل يقاتل على رجله، فظلوا يقاتلونه حتى سقط منه السلاح، فظل يقاتل بالخنجر، ثم سقط على ركبته، فظل يقاتل على ركبته، وأخذ نحو نهر صغير قريب، ثم قتلوه شهيدا في سبيل الله، رحمة الله على موسى ابن أبي غسان، وجعل شباب المسلمين يقتدون بمثله. وبدأت المراسلات بين الملك الصغير وبين فرينيداد وإيزابيلا حكام أسبانيا في 21 محرم 897 هجرية الموافق 25/11/1492 ميلادية. وذهب أبو القاسم وزير الملك الصغير إلى الملكين فتشاورا في الصلح، فتم الصلح. لكن موسى بن أبي غسان رفض الصلح، وظل يقاتل يحرك الناس إلى أن قتل رحمه الله، وبمقتله انتهت كل المقاومة في غرناطة.
وعزم الناس على التسليم وتم الاتفاق ووقع الصلح في 2 ربيع أول 897 هجرية الموافق 2 ديسمبر 1490 ميلادية. دخل الملكان فرينيداد وأزابيلا دخل قصر الحمراء، وكان اتفاق الصلح مفصلا وما زال مكتوبا محفوظا في المتحف الحربي في مدريد. يتضمن الصلح 67 شرطا. أول هذه الشروط: المسلمون يسلمون 400 رجل من أعيان البلد رهائن إلى أن يسلم البلد، وفعلا تسلم النصارى هؤلاء الرهائن وسلمت البلد وأطلق الرهائن. أما الشروط التفصيلية للصلح فهي كثيرة، 67 شرط، ونستعرض لكم أهم هذه الشروط. أولا: تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم. لا تؤخذ العقارات، لا يقتل مسلم، لا تؤخذ الأعراض، أمان كامل للناس، وإقامة شريعة الإسلام على ما كانت عليه بين المسلمين، ولا يحكم على المسلمين بشريعتهم، وأن تبقى المساجد محفوظة كما كانت وتحفظ كذلك الأوقاف، ولا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصب أراضي المسلمين، ولا يولى على المسلمين إلا مسلم، ويفك جميع أسرى غرناطة حيث كانوا، ومن هرب من أسار المسلمين ودخل غرناطة، أي مسلم يهرب من أي مكان في الأندلس ويدخل غرناطة فلا سبيل عليه، ويدفع سلطان غرناطة ثمن، يعني مثل حكم ذاتي للمسلمين في غرناطة. ومن أراد العبور للمغرب فلا يمنع، وذلك خلال مدة معينة، في فترة معينة من يريد أن يعبر للمغرب فله الحرية في ذلك، ولا يدفع سوى بعد هذه المدة المحددة. من يريد أن يعبر للمغرب أيضا لا يمنع، لكن يدفع عشر أمواله وأجرة المركب. ومن الشروط أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره، ولا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم. أما من تنصر من المسلمين فيوقف أياما ويحضر له حق المسلمين وآخر من النصارى، فإن أبى الرجوع للإسلام فله البقاء على النصرانية. ومن الشروط كذلك ألا يعاتب من قتل نصرانيا أيام الحرب، يعني في مسلم قتل نصراني في أيام الحروب لا يقتل به، خلاص يسمح، ولا يؤخذ منه ما سلب منهم أيام العداوة، أي غنائم أخذت من النصارى في أيام الحروب لا تؤخذ من المسلمين، ولا يكلف مسلم بضيافة النصارى، وترفع جميع المظالم والمغارم الجديدة، ويعفى المسلمون من الضرائب 3 سنين ثم يدفعون نفس الضرائب السابقة التي كانوا يدفعونها للملك، ولا يطلع نصراني على أسوار المسلمين أو دورهم، ولا يدخل النصارى المساجد. مسلم في بلاد النصارى آمنا على نفسه وماله، ولا يشترط عليه أن يحمل علامة تميزه عن باقي الناس، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم من أمور دينه، يضحك من دين الإسلام يعاقب. وسكان غرناطة بعد ذلك في الحكم الذاتي هذا بهذه الشروط يبقون لملوك الأندلس، ويحتفظون بكل سلاحهم وخيولهم، ولا يسلمون سوى المدافع اللي هي الأسلحة الثقيلة. وتم الصلح، ودخل الملكان فرينيداد، دخل غرناطة، ودخل قصر الحمراء العظيم في 2 ربيع أول 897 هجرية الموافق 2 ديسمبر 1492 ميلادية،
وانسحب الملك الصغير من غرناطة إلى أندراكش في جبال البشرات التي تسمى اليوم البوجراس أو تسمى كذلك والتي يطلق عليها اليوم سييرا نيفادا. انسحب وترك غرناطة وهو يبكي يبكي بكاء مريرا، وأمه تنظر إليه وتقول ابكي 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 كالنساء، ملكا عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال. سقطت غرناطة أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومرافقها. سقطت غرناطة التي يسكن مليون إنسان يستسلمون للنصارى. سقطت غرناطة مدينة العلم والتأليف، مدينة ابن البيطار وابن الرومية وابن الخطيب وابن الأزرق والآشي. سقطت غرناطة مدينة الاختراعات، حيث المدافع التي ترمي النيران والبارود الذي تحول إلى طاقة غاذفة. سقطت غرناطة مدينة الصناعة في السفن والأنسجة والورق والفخار المذهب والصباغ والجلود والحلي. سقطت غرناطة مدينة العمران والحضارة والنقوش. سقطت مدينة قصر الحمراء. سقطت آخر مدينة للمسلمين في الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقطت عندما انشغل الناس بالنزاعات الداخلية وصارت شهوة الملك هي الغالبة ففتت غرناطة. سقطت عندما توحد الأعداء وتمزق المسلمون. سقطت عندما سلمت الحصون الواحدة تلو الأخرى فضعفت المسلمين وقويت قوة النصارى. سقطت غرناطة لما ظهر أمثال الزغل والملك الصغير، حكام خونة باعوا الديار وفضلوا نصرة الأعداء على أهل ملتهم ودينهم. هكذا سقطت غرناطة واستسلم النصارى، وظن الملك الصغير أنه بهذه الاتفاقية قد حفظ المسلمين وأوجد لهم شروطا جيدة للتسليم، وفعلا طالب بالتجديد لهذه العهود في عام 98 هجرية. ففعلا جدد الملكان وولي عهدهما جدد العهد للمسلمين في عام 898 هجرية. تركوا الناس فترة سنين على هذه الأحوال على هذه الشروط حتى اطمأن الناس ورضوا بالحكم النصراني عليهم وقبلوا بالخضوع للأسبانيول. وعندها طلب الملك الصغير أن يرحل من الأندلس، فاستأذن فرينيداد وأزابيلا فأذن له وأعدوا له المراكب العظيمة، يريدونه أن يرحل حتى لو بقي في النفوس نخوة قد تجتمع حول الملك. الآن الملك سيرحل ولا يبقى أحد ينادي بالدعوة للجهاد مرة أخرى، فأعدوا له المراكب ونقلوه هو وأهله وكثير من المسلمين الذين معه، نقلوهم إلى المغرب تخلصا منه. وعاش الملك الصغير في فاس وفيها أحفاده إلى اليوم. يقول المؤرخون وزالت أمواله مع الأيام، راحت الأموال وضاعت ولم يورث لأحفاده شيئا، فهم اليوم من الضعفاء والسؤال الذين يسألون الناس. وعزم كثير من العلماء أن يهاجروا من الأندلس
لأنها ما عادت أرض إسلام، وما عاد الإنسان يأمن على دينه وأهله وعرضه وماله، فهاجر العلماء. ومن بين الذين الأزرق صاحب الشرح العجيب على مختصر خليل من أكبر علماء المالكية، هاجر هؤلاء العلماء وبقي المدجنون. في عام 910 هجرية ماتت أزابيلا، وفي عام 924 هجرية سقوط غرناطة بأكثر من 27 سنة. بعد سقوط غرناطة مات الملك الصغير. هل انتهت قصة الأندلس؟ كلا. المحنة الحقيقية هي ليست غرناطة، وإنما ما حدث للمسلمين بعد سقوط غرناطة. فصارت مقدرات المسلمين بأيدي النصارى ورقاب المسلمين، فبدأت مأساة الثبات والتصارع ضد الفناء، ليس فقط فناء النفوس وإنما فناء العقيدة. وبقي الملايين من المسلمين في أرض الأندلس، وهاجر الكثير نحو المغرب. الناس يقاومون. في البداية حافظ الملكان فرينداد وإزابيلا حافظا على عهودهما، وظل المسلمون في أمان وفي حماية، ومعهم السلاح، ودينهم محفوظ، ومساجدهم محفوظ، ذلك الأموال والأعراض وغيرها. لكن لما رأى الطاغية فرينداد أن الناس توقفوا عن الخروج من الأندلس، وهو يريد أن يخرج الناس من الأندلس إلى المغرب، وتبقى الأندلس في يد النصارى حتى لا تثور فيها أي ثورة من قبل المسلمين، عددهم كبير ملايين، فبدأ ينقض المعاهدة التي حلف عليها بأوثق وضمنها دينه وشرفه والمحافظة عليها إلى الأبد. بدأ النقض، وهذا دائما هو عهدهم، لا أمان لهم. حيث بدأ الضغط من دولة النصارى التي سيطرت على الأندلس، بدأ الضغط لأجل إجلاء المسلمين أو تغيير دينهم. وصدر في عام 1526 ميلادية قانون يحرم الكلام باللغة العربية، أي إنسان يتكلم العربية يقتل، طبعا بحرمانهم من اللغة العربية من القرآن الكريم، وحرموهم من الصلة بالمسلمين حتى يقضون على أي أثر للإسلام. وفي عام 1567 صدر قانون عجيب جدا، صدر قانون يمنع الاغتسال. تعرفون قضية الاغتسال عند المسلمين قضية شرعية أساسية، يغتسلون، وهذا معروف في تاريخهم، يظلون بالأشهر أحيانا لا يغتسلون. فحتى يضيقوا على المسلمين في هذه القضية صدر قانون يمنع الاغتسال، وهدمت حمامات المدن، حمامات العامة التي كانت موجودة في المدن الإسلامية، وهدمت حمامات حتى لا يغتسل أحد، لأنهم يعلمون ضرورة الاغتسال في الإسلام، هم لا يهمهم ذلك. ثم صدر قرار بمنع اللبس العربي، فكل من يرى عليه لباس عربي يقتل. وزاد الأمر واشتد، وبدأ الضغط لاكتشاف والمسلمين الذين كانوا يختبئون عند المسيحيين ويختبئون في صورة مسيحيين لكن حقيقتهم مسلمين. واشتد الأمر على المسلمين إلى أن ثار رجل اسمه فرج ابن فرج رحمه الله تعالى، ثار ونادى بالدعوة لرجل اسمه فرناندو دوك لو، وهذا من بني أمية طبعا لضغط محاكم التفتيش. واسمه الإسلامي هو محمد ابن أمية. فأعلن فرج ابن فرج الدعوة للدولة الأموية من جديد، وثار فرج ابن فرج وثار المسلمون معه، وتجمعوا معه مرة أخرى في جبال الثلج التي تسمى جبال البشرات. وهنا تحرك النصارى، فبدأوا يقتلون كل من هو قريب من العرب والمسلمين، من هو قريب من جبال البشرات.
بدأوا يضغطون عليهم ويقتلونهم، واستمر الطرد والقتل في المسلمين والذبح. طبعا الرجال كانوا يلجؤون إلى وكانت المطاردة في الجبال صعبة جدا، أما النساء والأطفال المحيطين بتلك الجبال ما يستطيعون صعود الجبال. فهنا بدأ أن يرأسهم أخو الملك وعمره ذاك الوقت 22 سنة، بدأوا يضغطون ضغطا شديدا، فبدأ يحرق القرى التي حول جبال البشرات، وبدأ يحرق المزارع، بدأ يقتل النساء والأطفال، كل هذا حتى يجعل هؤلاء الذين في جبال البشرات يستسلمون. ومع ذلك استمرت المقاومة والصمود لأجل الحق ولأجل الدين، لأجل هذه البقية الباقية من العقيدة التي في النفوس. ومع كل هذا الإرهاب، مع كل محاكم التفتيش، ظلت ثورة البشرات 20 سنة. تخيلوا هذا الصمود الذي عند المسلمين. يا ليت لنا اليوم من هذه الأنفة وهذه الروح تحت كل هذا الضغط الذي لم يمر على التاريخ مثله. 20 سنة من تقتيل النساء والأطفال وحرق البيوت وهجوم الجيوش، 20 سنة وهم صامدون يقاومون في جبال البشرات. يقدر المؤرخون الذي قتل من المسلمين وهم يقاتلون في جبال البشرات في هذه السنين زاد عن 20,000 مسلم. نحن لا نتحدث عن عشرات هنا وهناك، نحن نتحدث عن ثورة رئيسية قامت بها هذه البقية التي بقيت من المسلمين في الأندلس. وظل هذا الضغط إلى عام 1588 حيث قضي على ثورة البشرات، وزادت محاكم التفتيش تبحث عن أي مسلم وتتابع أي مسلم، وانتهى أي وجود حقيقي للمسلمين، وجود ظاهر. أما الوجود المختفي فظل موجودا سنين طويلة، واستمر الأمر إلى عام 1610 ميلادية، أي بعد أكثر من 100 سنة من سقوط قرناطة، والمسلمون ما زالوا متمسكين بدينهم رغم كل هذه الضغوط، رغم كل هذا الإرهاب من محاكم التفتيش التي تعتبر سبة في جبين التاريخ، سبة في الإنسان على مدى الزمان. في عام 1610 أصدر النصارى أمرا، أمر عجيب، أعلنوا فيه العفو العام لكل مسلم يخفي إسلامه بشرط أن يغادر الأندلس. هكذا كانوا يريدون أن يتخلصوا من المسلمين. وفعلا لما وجد المسلمون أن الأمر فعلا جاد وأن النصارى يقصدون فعلا إتاحة الفرصة لمن يريد الخروج إلى المغرب العربي أن يعبر، بدأ الناس يظهرون واحد، وفعلا كان النصارى يسهلون عبورهم لأنهم لا يريدون أي وجود حتى خفي، وعبر مضيق جبل طارق من هؤلاء المتخفين. رغم كل هذا الضغط ظهر 500,000 إنسان مختفي، محافظ على دينه، محافظ على عقيدته، يورثها لأولاده ويورثها لأحفاده. ما استطاع النصارى أن يقضوا رغم كل هذا على هذا الوجود الإسلامي. رغم كل هذا الضغط لمئة سنة ما زالوا محافظين على دينهم. انظروا العقيدة إذا استقرت في النفوس. وفي هذا العام انتهى الوجود الإسلامي في الأندلس تماما، ولم يبق فيها مسلم إلا النوادر، وصارت الأندلس كلها للنصارى. مجموع المسلمين خرجوا منذ سقوط ذلك اليوم في عام 1610 تجاوز 3,500,000 إنسان، هجرة نادرة في التاريخ. المسلمون ظلوا مع ذلك لهم وجود، وظلت محاكم التفتيش تبحث عنهم، وظل بعض الناس يخفون إسلامهم. ورغم اليقظة محاكم التفتيش فقد وجد نسل للعرب والمسلمين، واستطاع بعضهم أن ينظم منظمة سرية للمحافظة على الوجود الإسلامي في الأندلس. وظلت هذه المنظمات تكتشف في سنة 1635، في سنة 1638، وظل الأمر
أن في سنة 1727 ميلادية اكتشفت منظمة إسلامية من بقايا المسلمين الذين في الأندلس. 1727 ميلادية كان عدد أعضائها 28 عضو في محاكمات أجريت لهم في 10 أكتوبر من عام 1727، وصودرت أموالهم وممتلكاتهم، وظلت المسألة بهذا الضغط الشديد، وظلت إلى وجود عرب ومسلمين متشبثين بدينهم، ظلت إلى آخر تقرير بعثت به محاكم التفتيش إلى كارلوس الثالث في عام 169 ميلادية. لاحظوا عندما نتحدث عن هذا الفرق الهائل، لاحظوا كيف كان المسلمون وقد سيطروا على الأندلس 800 سنة لم يحولوا نصراني واحد بالإجبار إلى دينهم، ولم يمنعوا نصراني واحد من ممارسة عقيدته، ولم تحرق كنيسة واحدة، ولم يحرق جيل واحد. انظروا الفرق في التعامل، سمح لهم بملابسهم، وسمح لهم بلغتهم، وسمح لهم بمحاكمهم وبزواجهم على طريقتهم، حتى بصلبانهم سمح. قارنوا الفرق، كيف عاملونا وكيف عاملناهم. تذكروا يا إخواتي، تذكروا يا أخواتي، أن التاريخ يعيد نفسه. بعدما استعرضنا مراحل التاريخ الإسلامي في الأندلس، لو رجعنا إلى بدايته لوجدنا أن فتح الأندلس ما كان حدثا سياسيا أو فتحا عسكريا وانتصارا عسكريا وحسب، بل كان حدثا حضاريا، لأنه من الأندلس استيقظت أوروبا، من الأندلس أخذت أوروبا العلم. كان أهل أوروبا يتفاخرون بإرسال أبنائهم إلى جامعات قرطبة وغرناطة وطليطلة وإشبيلية. من هناك تعلمت أوروبا العلم، ومن هناك بدأت الصحوة الحضارية التي أيقظت أوروبا من القرون الوسطى. لما تمسك المسلمون بدينهم بإسلامهم جاءت الحضارة للبشرية جمعاء، حتى الحضارة الأوروبية، هذه النهضة الحضارية المادية الأوروبية الغربية التي نراها اليوم، أصلها في الحقيقة إنما هو من المسلمين الذين في الأندلس. رغم هذا الصراع الطويل الذي رأيناه في أرض الأندلس، رأينا كيف كان إنتاج المسلمين العلمي والثقافي والحضاري، كيف كان ضخما عظيما في أرض الأندلس، كيف كان النصارى يشتكون من غلبة المسلمين وعز المسلمين. تأتي في كتب النصارى التي كتبت في ذلك الوقت وأرخ لها المؤرخون أن كبارهم كانوا يشتكون من حرص أبناء الأوروبيين على تعلم اللغة العربية، لأنها لغة المنتصرين، لغة العلم، لغة الحضارة. وفي أحد الكتب، أحد القساوسة في ذلك الوقت في وقت عز المسلمين في الأندلس، كان يشتكي وكان يتألم كيف أن الأوروبيين يتفاخرون باللباس العربي. كان الواحد منهم إذا أراد أن يظهر يعني تقدمه يلبس اللباس العربي. قارنوا ذلك اليوم، قارنوا ذلك هذا اليوم الذي نحن فيه، كيف انقلبت الآية، كيف انتصروا وغلبنا عندما تخلينا هذا المنهج العظيم، كيف صار المسلمون اليوم هم الذين يحرصون على اللباس الأوروبي، هم الذين يحرصون على أن يتحدث بالإنجليزية حتى في الخطاب فيما بينهم، هم الذين صاروا يبحثون عن أي تقليد أو موضة غربية، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم. نعم، من شأن المغلوب أن يتبع الغالب، لكن الفرق لما انتصرنا صنعنا حضارة، وأقمنا عدلا بين البشر، واحترمنا الأديان وحقوق الإنسان. ولما انتصروا تشهد لهم محاكم التفتيش، تشهد لهم السبة التي تركوها في جبين الزمان. انظروا الفرق الهائل في التعامل. لما نتكلم نحن عن الإسلام وتسامح وعظمة الإسلام، لن تجد مثالا أوضح من تاريخ الإسلام في الأندلس والمقارنة مع ما صنعه النصارى عندما سيطروا على المسلمين. وأمر آخر مهم، انظروا لما استعرضنا تاريخ الأندلس
انظروا متى بدأ الضعف الحقيقي، متى بدأت الزعزعة الحقيقية للمسلمين في الأندلس. بدأت رغم أنه كانت هناك انحرافات إلى قبل ذلك، لكن بدأت الزعزعة الحقيقية عندما نشأت دويلات الطوائف، عندما حدثت الفرقة، عندها تزعزع الإسلام في الأندلس. الوحدة إخواني وأخواتي هي سبب القوة. التفرق لا يؤدي إلا إلى الضعف وإلى الهزيمة. عندما كان المسلمون متوحدين هزموا كان أوروبا، وعندما تفرقوا وجاء النصارى سيطروا على الأندلس وأخضعوا المسلمين. الوحدة والالتزام بمنهج الإسلام وقوة الجهاد عناصر ثلاث مرة أخرى: الإيمان والأخوة والوحدة والسيف والسلاح. هذه عناصر القوة في أي أمة، هذه طريق العودة إلى النهضة من جديد. لا تنهض إلا بعناصر الإيمان والعلم والأخوة من ناحية والسلاح والساعد من ناحية. هذه منهجية الحضارة من جديد. طريق العودة للأندلس ما زال مفتوحا، باب الدعوة مفتوح. هناك أسبان اليوم يبحثون عن أصولهم في غرناطة، هناك عوائل مسلمة اليوم تنشر الإسلام، هناك منظمات إسلامية، هناك دول إسلامية تساهم في الإسلام في الأندلس. مسؤولية المسلمين في إعادة هذا البلد العظيم، هذا البلد الإسلامي، يجب ألا ننسى أن هذا البلد من بلاد الإسلام. مهما تقادم الزمان فلا يسقط من تاريخنا، يسقط من أمتنا. واجب المسلمين اليوم عظيم في دعوتهم وغيرهم إلى الإسلام بالحسنى، بالإقناع. هذه أسلحة هذا الزمان، بحديث الناس بما يناسب عقولهم، باختيار اللهجات والمنطق والنقاط والترتيب الذي يتناسب مع عقلية هذا الزمان. نعم وأخواتي أنها نهاية الإسلام في الأندلس. نعم نحن نبكي عليها، نعم نحن نتألم على هذا المجد العظيم الذي ضاع، وهذا الذل العظيم الذي حل بالمسلمين على هذه الفترة المريرة من تاريخ المسلمين هناك. نعم نحن نبكي، لكننا لا نبكي كبكاء غيرنا يبكي على الأمجاد ويجلس لا يفعل شيئا. فليكن بكاؤنا بكاء من يحركه البكاء للعمل، من يحركه البكاء لأن يصنع للأمة حضارة ونهضة من جديد. واسمحوا لي إخواني وأخواتي، اسمحوا لي أن أختم هذه الدروس بقصيدة. لا يمكن أن يذكر تاريخ للأندلس دون ذكر قصيدة التي أصبحت على كل لسان وصار فيها إحياء لنفوسنا لنعيد مجد الأندلس من جديد. نونية أبي البقاء الرندي رحمه الله تعالى: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساء الإيمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نمت مشرفيات وقرصان. أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد قحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف واسنان. كأن حلم إنسان نائم، هذا التاريخ العظيم الذي للبشرية كأنه حلم يمر هكذا بالطيف. دار الزمان على دارا وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل
له يوما ولا ملك الدنيا سليمان عليه السلام. فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان. يعني المصائب أنواع وكل مصيبة يأتي شيء يخلي الإنسان ينسى ويخلي يعني تأتي بعد الأيام الحزن أيام سرور، لكن الذي حل في الإسلام بالأندلس ما جاء بعده ما يجعلنا نسر. دها الجزيرة أمر، الجزيرة جزيرة الأندلس يعني اللي هي شبه جزيرة، دها الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهد ثهلان. أصابها العين، أصابها العين في الإسلام فارتزأت حتى خلت معه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان وأين قرطبة وأين قرطبة دار العلوم. فكم من عالم قد سما له فيها شان. وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وما الآن. كانوا يطلقون على بعض مدن الأندلس أسماء حمص وحلب لأنهم كانوا مرتبطين بالشام. قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. إذا ذهبت الأركان، هذه المدن العظيمة ذهبت، كيف يكون بقاء المسلمين؟ تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد أضحت كنائسها فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. يا غافلا يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة، إذا كنت نائم، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. وماشيا حريصا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرأة أوطان. تلك المصيبة، مصيبة الإسلام في الأندلس، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان. يا راكبين، يحدث المسلمين في البلاد الأخرى، المسلمين الذين لهم حضارة ولهم مجد ولهم جيوش وأسلحة وخيول، يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان. وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران. وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. يعني أنتم يا مسلمون، يا من تعيشون في عز وسلطان وراحة وترف، أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما للخير أنصار وأعوان؟ يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم
هم في بلاد الضد عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، لما فرقوا النساء عن أولادهم، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. ثم يصف عمليات الاغتصاب فيقول: وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج، العلج يعني الكافر، يقودها العلج مكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب في كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الإخوة والأخوات، لا نقول هي نهاية المسلمين في الأندلس، بل نقول لعل هذه الحضارة التي شيدت هناك، وهذا التاريخ المجيد، وهذه اللحظات الناصعة من بياض الحضارة الإسلامية، اللحظات الأليمة في تاريخنا، تكون دروسا وعبرا لنا جميعا، لنعيد الأندلس وسائر ديار المسلمين التي ضاعت لعز الإسلام ومجد الإسلام، ونقود الدنيا من جديد، وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.